هل أنتم من عشاق الآيس كريم والنكهات الفاخرة؟ يمكنكم إيجاد دلتكم في دبي، حيث يبيع أحد مقاهيها أغلى آيس كريم في العالم بسعر 3000 درهم، أي ما يعادل 800 دولار أمريكي تقريبا. فكا يعني. المزيد في تقرير الزميلة هبة صنع الله في دبي. قد يبدو هذا المقهى عاديا في أحد شوارع دبي المعروفة بمطاعمها الفاخرة، إلا أنه يحتضن أغلى آيس كريم في العالم، إذ يبلغ سعر القطعة الواحدة منه 3000 درهم، أي ما يعادل 800 دولار أمريكي. الماس الأسود هو الاسم الذي اختاره مبتكر الآيس كريم الهندي زوبين دوشي لرواده الأثرياء، وبحسب قوله فإنه يجوب دولا عدة لانتقاء مكونات طبقه بدقة عالية. نحن نقدم طبق الماس الأسود هنا المصنوع من أفخر أنواع الزعفران الإيراني والكم الإيطالية السوداء، بالإضافة إلى الفانيلا المستوردة من مدغشقر، وتقدم بنكهة واحدة وهي الفانيلا، وأتمنى أن أدخل موسوعة غينيس بطبقي هذا. ليس فقط هذه المكونات والذهب من عيار 23 المعالج والصالح للأكل ما يميز الطبق، فطريقة التحضير بواسطة النيتروجين لتتماسك المكونات مع بعضها البعض تضمن لك عدم وجود أي إضافات أو نكهات صناعية فيها. بدأ المشروع في 2 ديسمبر. جميع أنواع الآيس كريم الغالية والعادية تقدم بطريقة النيتروجين، هي جديدة وحديثة لأنها تضمن لك أن ما تتناوله طازجا. يقدم طبق الماس الأسود هذا في وعاء فيرزاتشي فاخر، يتاح للزبون الاحتفاظ بالملعقة وهذا الوعاء كهدية تذكارية. دبي كانت قد احتضنت أيضاً كب كيك مطلياً بذهب فرنسي عيار 23 يعد الأغلى في العالم، بلغ ثمن القطعة الواحدة منه 3700 درهم، أي ما يعادل 1000 دولار تقريباً. في مجال الحلوى أيضاً كشف النقاب العام الماضي في لندن عن أغلى دونات في العالم مزينة بأوراق الذهب وحبات الماس الصالح للأكل، وصل سعره إلى 1684 دولار ولم تكن للبيع بل استعملت فقط كجائزة. حلوى يزينها بريق الذهب أصبح الآن بمقدور الأثرياء التعرف على مذاقه بنكهات متعددة. من إمارة دبي هبة صنع الله، العربية.